اش تاني نكمل النهار الاول واش تاني نجرب هذا الحشيش هذا واش تاني انت باقي ما جربتيش ما تدورش بداك الشيء. نصيحه للشباب ما تدورش بداك الشيء. كيجيونا الخوت بزاف بحال هاد الميساجات هادو، اجي توقف باش تشوف الميساج تورك على الشاشه وتبقى مورك باش تقراها على خاطرك. بزاف راه ماشي دابا تنقول لكم الدراري، بزاف الدراري داروا الفلوس ولكن قليل اللي قدر يحافظ على راسه ويحافظ على الفلوس. تقول لك الفلوس كتخلي تبان الشخصيه الحقيقيه ديالك. شحال من واحد كيقول لك والله يا مكرات ندير الفلوس ونشف لي على بنادم، سمعتي؟ الشخصيه الحقيقيه ديالو يشف لي على بنادم. الفلوس راه ماشي خايبه الخوت، الفلوس كتخلي الشخصيه الحقيقيه ديالك تبان. وللاسف بزاف ديال الدراري في المغرب ما مأطرينش، تقول لك خصني الفلوس بحال مسكينه الدراري هذا اللي انا ماشي هو بزاف تاع الدراري هذا راه صافا ترى انا تنعرف شي كواري طراو راه يا لطيف، فهمتي؟ الدراري اللي وحق الله الا كنت عند واحد الحلاق في الرباط وقف عليا واحد الاخ قال لي انا خويا السيم وخسرت مليار وراني مدخلو في امازون مدخل كثر، قال لي مليار خسرته في الزهو والنشاط والبنات والسكره والكوكايين وباقي غادي يخسر كثر لانه تبلى. خوت راه ساهل تنجح، لا صعيب هو تبقى ناجح، ولا صعيب هو تكون انسان زوين من ورا ما دير الفلوس، راه الفلوس والله الخوت الا ساهل، كنعرف امة ديال الناس طبقات هي داكشي اللي كنقول ودارت الفلوس، ولكن راه الفلوس خطيره معلم طيح في التيك، وانت ما ماشي انسان ستابل. وسيرت واحد الحاجه النصيحه لكاع الشباب فورورد لهاد ستوريا بارطاجيها معاك كذا، ما عمر تفكر تجرب كارو، احسن ما درت في حياتي ما عمري جربت كارو، ما عمري جربت الحشيش، ما عمري جربت السكره. وساكن مع السكيريه، وما عمري جربت الكارو وساكن مع الكمايه، وما عمري جربت الحشيش وساكن مع الحشيشيه. شوف ما تحاولش تجرب، كاع اللي جرب مشى ضاعت حياته. وشحال من مره تعرض عليا تجرب، نجرب بلا حساب، ولا بغيتي تاكد سول عليا صحابي ولي زينمي ديالي، هذه هي الحاجه الوحيده اللي يقدروا ياكدوها لك بجوج. غايقول لك داك خونا لا انسى، ما كيسكر ما كيكمي ما تيدير، وبغيتك انت تكون بحال هكا ما تجربش، باقي شاب ما دورش جيت داكشي. لان الخوت راه شفتو من الميساج ديال هاد الشاب وبزاف ديال الشباب بحالو، شحال من واحد تيقول لي عرفتي الدراري هنايا واحد الفئه اخي السيمو ما كتجيش تعمر معانا في تايلاند، يوميا السهرات والحفلات والليله العيانه كيحطو 5 المليون، تقول لك دايره حياه امهم دايره كيلك الدراري في بالي البدخ، ويوميا الا خسروا النهار العيان يخسروا 5 المليون، كي دايره حياه امهم. وسمحوا لي الدراري الا كنتي انت واحد منهم، احنا اش كنديرو؟ كنوضو كنخدمو كنمشيو نترينيو كناكلو مزيان مالين بصحتنا بخير عايشين الحياة السعيدة. راه ما محتاجش الخوت، راه حنا عارفين كبرنا في واحد الكالتشر خاصني البنات والشراب والحيحة والمشاكل، راه اون فوا كتدخل هذاك يقل دارو صحاب لي بواط وصحاب هاد الروين هادو لاندستري الشراب والكوكايين وهادشي، هذا قالب باش انت كتدخل، اون فوا كتدخل ما يمكنش تخرج. وفلوس كتعطيهم اليوم اوكي، بغاو ناس بحالي وبحالك يعطوهم فلوسهم، انا ما عطيتهمش فلوسي، ورد بالك نتايا. واهم حاجه راه خاصك تبقى في واحد الطريق المستقيم، فهمتي؟ واحد الطريق راه هو اللي راسمينو كاع الديانات كامل، فهمتي؟ ما تديرش ما تديرش ما تديرش، الصلاه هذيك بينك وبين الله انت اللي تتحاسب عليها، ولكن اتليست كاين بزاف ديال الحوايج، ما تكذبش ما تسرقش ما تديرش ما تديرش ما تزنيش، كل ما قدرتي قدرتي تمشي للزواج سير اخويا، فهمتي؟ علاش هادشي كامل؟ هي باش ما طيحش في هادشي، لان اون فوا دخل الطريق الاخرى اون فوا تبعد على الطريق المستقيم، ما تنقولش لك كل ما بعدتش كل ما كانت الكارثه كارثه، حنا انسان ولا تولي مالك، يقدر تبعد شويه تزلق تعاود ترجع، تزلق تعاود ترجع، حتى حنا كنزلقوا، ولكن ماشي كتزلق وكتمشي، ولكن شنو اللي كيخلي الدراري كيزلقوا وتيمشيو؟ الشراب، البليه، الحشيش، اما واحد الفئات الكوكايين ودوك المخدرات هذوك صعيب، ما بغيتش نقول قرا عليهم الفاتحه، صعيب خصهم يمشيو للسبيطار يداوا ويسدوا عليهم، خصهم فعلا واحد الاراده كبيره باش يرجعوا. واشنو اخويا هاد الاراده وهاد الصداع هذا؟ واش انا قادر نقطع حتى السكر؟ انا دابا شهرين هادي وانا قاطع السكر، ترى ما قطعتو حتى كنت حماق، حتى كيفاش غادي نبدا انا هي كارو وغادي نقطعوها صاحبي؟ دونك الناس تعاودوا لي الكارو صعب 100 مره من السكر، وانا السكر وحلت معاه، علاش غادي ندخل انا هاد الجو هذا ديال الاراده؟ اش تاني نكمل النهار الاول واش تاني نجرب هاد الحشيش هذا واش تاني؟ انت باقي ما جربتيش ما تدورش بداك الشيء، نصيحه للشباب ما تدورش بداك الشيء. والانسان هو اللي كيليميتي ديك النفس ديالو، على حقيقه راه انا بهاد الفلوس اللي عندي وهاد الروينه هادي اللي عندي، يوميا نجيب وحده بيتها عندي وكل نهار وحده في شكل، وعلاش وحده نسكيلي وحنا جوج؟ ولكن لا، هنا تيجي الدين تدخل سوق راسك باش تبقى غادي في البيزنس مزيان وكتبقى حياتك غاده ستابل وكتبقى حياتك زوينه. راه اون فوا كتبدا كتبعد كتمشي
وين فوق كتبدا تتبع حتى تمشي كلشي تيولي في حياتك غادي لتحت ومن بعد راه الله يرحمه هي اللي كتسنك انت باقي ما قلناش الله يرحمه دونك غتبدا شويه بشويه تحسن من راسك انا عارف فهمتي صعيبه ولكن كلشي يبغي الاراده والخدمه حيت عندنا دراري صحابنا جاو الطالون هنايا كانوا كيكميو الكارو قال لك كنقطعوا قلنا لهم نقصوا شويه بشويه واليوم الحمد لله قطعوا الكارو كاين دراري كانوا استكرا يوميا حنا طريحوا معاهم انا ما تنسكرش ما سوقيش في الباقيه انا عليا بالنفس ديالي كنريح معاهم في نص الطبله الحديد ديال ما تريحش حديد ضعيف لما يفتي عليه شي واحد تحطوا الشراب يوميا حنا تنكونوا كنتعشاو لان الطيرون تيتباع الشراب في اي بلاصه اي مول الحانوت اي ريستورون اي كذا تحطوا الشراب يوميا دابا قطعوا ولله الحمد يعني هو حتى حسون اما الدراري اللي كيكمو الحشيش هذاك الساعه لان الحشيش تقنن في الطايلاند ولا موجود الدراري يولفوا ديك الحرب مع البوليس والبزناسه وداك الشيء في المغرب اون فوا تقنن الحشيش هنا كتقول له واخذ كميم لا والله يا الدراري قطعوا الحشيش والدراري مابقاوش بغاو يكمو الحشيش نهار تقنن ولفوا الحرب مع البوليس والبزناسه بغاوا فهمتي وحق الرب الدراري الا تاكدت ان اي حاجه تتحيدها البنادم كتولي الممنوعه مرغوبه وحق الله قسما بالله الى كاع الدراري صحابنا اللي كيكميو الحشيش قطعوا ولا نقصوا بنسبه 90% تيكمي نادرا كتقول لي يا العاشر انت عارفين عليك حشيشي كبير في المغرب ما كتزقاش الجوان ديما في يديك اشنو تبدل وهنا الجوان كيتباع عند مول الحانوت دابا وتتباع ميقات وما تعذبش وما توسخش يديك وجميع انواع هاد الحشيش هادي سميتها هكذا هاديك هادي فيها قد قد ديال التاش هادي قد قد ديال السي بي دي وداك الشيء غزال وفي الباكيج وفي الجاج والجوان ما قاد تشدو تكميه ما عرفتش اخويا ما بقاتش راشقه ليا على الكمايه وحق الله الا نزلوا ما بقاوش يكميو كاع كاين اللي وقف كاين اللي نزل بزاف شي كمينه دايره فاش تيكمي الحشيش وهنا تتعرف بلي الحاجه الممنوعه مرغوبه المهم نرجعوا لخوت الخلاصه كنت اخويا مبلي الله يعفو عليك الله يعفو علينا كاملين وحنا كاملين شوف انا راه ملي درت المغرب في المغرب كرش انا الله يعفو عليا وصلت 124 كيلو راه شتي شحال نقصت 107 وجيت لهنا ب 107 ونقصت من هذاك النهار دابا 14 كيلو من 107 يعني غادي وكنقص حتى انا الله يعفو عليا من ديك الكرش يعني كلشي كنقلبو كاملين ديفلوبيو من راسنا انت مبلي بشي حاجه كتحيدها انا كنت مبلي بالماكله والزروت دابا وقفتهم وحاولت نتبله بالسبور كنتي مبلي حاولت امبروفي من راسك حاولت توقف حاجه بحاجه ويوميا تسال مع راسك وحسن من راسك كنتي ما مبلي شويه كاخويا تفكر الدور بداك الشيء راه ما تسابعك الا الهاويه وملي دير الفلوس اخويا حاول تبقى في الطريق المستقيم وكمل باش الامور ديالك تزيد لقدام راه ين فوق كتبدا تبعد على الطريق راه ما كتسناك يا اللور اللور وما بغيتش نشوف خويا مليوح من الهاويه وتبارك الله عليكم الشباب وسمحوا لي لا طولت عليكم بزاف